طيب في استفتاء كيف يحافظ الفيحة على ما وصل إليه المرحلة هذه؟ واحد استقرار إداري، اثنين تجديد عقد المدرب، ثلاثة الإبقاء على الحارس، أربعة جلب لاعبين أجانب. وش أهم عنصر عشان يرتكز عليه لتطوير مستوى الجمهور؟ راحوا إلى الاستقرار الإداري ليبني عليه كل العمل، على وين يا محسن؟ والله يعني من الأشياء اللي هذا الاستقرار الإداري، تجديد عقد المدرب، الإبقاء على الحارس، اللعيبه اللعيب أهم واحد بالنسبة لك؟ أهم واحد صراحة المدرب. مدرب أنا أشوف المدرب مهم جدا، مهم جدا، لأنه هو اللي تبني عليه حتى في اختياراتك في اللاعبين، في استقطابات، في كل شيء، في حتى في الأسلوب الفني في الموسم القادم. شيء مميز أبو الوليد، ترى مدافعين سعوديين، ما تحتاج يعني اللي أمس عمل الخيبري وكمان شويش بشكل أقل، لكن خيبري كان أمس عامل مباراة. شوف أنا اللي أتمنى، الإنجاز هذا بالفيحة إنه ما هو يعطيه دافع للعمل الإضافي، يعني ما يوقف على تحافظ على المكتسبات، تحافظ على المكتسبات وتزيد من تدعيم الفريق بشكل كبير. والله فوز الفيحة، فوز الفيصل السنة الماضية وقبلها بسنتين التعاون، يفتح الباب لجميع الأندية. خطط تصل، أما مشروع طويل جالس هذا الواحد يصرفكم في أمور ثانية. اللي قاعد يحدث لهذه الأندية درس لجميع الأندية. أصحاب المشاريع الطويلة كل سنة وأنتم طيبين.